شباب سوريا راح تشوفوهم برضو في هذه المنطقة. فهذه المنطقة حدودية عبارة عن مثلث حدودي بيفصل اللي هي الأردن سوريا فلسطين. هذه المنطقة الرائعة ذات الطبيعة الخلابة يسير نهر اليرموك بهدوء وانسياب حتى يصب في نهر الأردن على مقربة من هذا المكان. من بين هذه الصخور البازلتية السوداء ومن أعماق الأرض تتفجر ينابيع مياه باردة وأخرى حارة، منها الحلوة العذبة ومنها الكبريتية المالحة ذات الصفات العلاجية الخاصة. هنا وقبل 2400 سنة أطلق اليونان اسم أماتا على هذا المكان، ثم أطلق عليها الرومان والبيزنطيون نفس الاسم وجعلوها من أعمال مقاطعة جدارة أم قيس، وبنوا فيها حماماتهم العلاجية الفاخرة الماثلة للعيان بآثارها حتى الآن. وقد اهتمت الدولة الإسلامية في العصور اللاحقة بهذا المكان، فقد جدد بناء الحمة في عام 663 للميلاد أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان بعد أن أتلفها زلزال، وجعلتها الدولة العثمانية محطة من محطات سكة الحديد الحجازية التي تصل بين درعا وحيفا. أما الاسم العربي للقرية وهو الحمة، وجمعه حم وحمام، وهو كل عين ماء حارة تنبع من الأرض يستشفى بالاغتسال من مائها. عرفت الحمة بأسماء أخرى منها حمة جدر نسبة إلى جدارة، بينما الاسم المشهور لهذا المكان هو الحمة السورية بسبب سيطرة القوات السورية عليها ما بين عامي 1948 و 1967، وتعرف أيضا باسم مثلث كعوش، ويطلق عليها احتلال اسم حماد قادر بمعنى قادر الحارة. الحمة قرية فلسطينية مهجرة كانت مبنية على نهر اليرموك الأدنى عند مخاضة زور كنعان والتقاء الحدود السورية الفلسطينية الأردنية جنوب شرقي مدينة طبرية، وتبعد عنها 22 كيلومترا، وتبعد عن موقع معركة اليرموك حوالي 25 كيلومترا، بينما تبعد 65 كيلومترا عن مدينة القنيطرة السورية. كانت الحمة مبنية على أراض منبسطة تستند إلى مرتفعات الحافة الجنوبية الغربية لهضبة الجولان، وتنخفض 156 مترا عن مستوى سطح البحر. بلغت مساحة أراضي الحمة 1692 دنما، تحدها أراضي قرية سمخ غربا ومن الشمال الغربي، وأراضي قرية السمرة شمالا، والأراضي السورية شرقا، والأراضي الأردنية جنوبا. وبسبب موقعها الاستراتيجي والجغرافي الهام والمميز جعل منها مطمعا للصهاينة الذين حاولوا بشتى الوسائل منذ بداية مشروعهم الاستيطاني في فلسطين شراء أراضيها، ولكنهم فشلوا. متابعينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين، نكمل معكم في رحلتنا وجلتنا داخل الحمة والواقعة جنوب شرق بحيرة طبرية بعدة كيلومترات. هذا المكان قديم جدا، حتى موجود أيضا آثار رومانية من قرب من هاي الينابيع. الآن إحنا طبعا المشكلة إنه في ترميم عليها فهي مسكرة. الآن أبو عزام راح يتشاطر يورجينا أحلى فيو للآثار الرومانية اللي تشوفوا معنا هون. هاي الأثار موجودة من أيام الرومان بجانب عيون ماء الحمة. الآن يا إخوان المنطقة هاي بالضبط هاي النقطة اللي فيها الأثار، هاي هي نقطة الصفر مع الأردن. الجبال الموجودة وراها هاي جبال الأردن شمال إربد في أقصى شمال الأردن، وأسفل أو خلف هذه الأثار أيضا يوجد اللي هو نهر اليرموك الذي يصب في نهر الأردن. الآن الجميل في الموضوع إنه إحنا أثارنا المسلمين باقية منذ القديم ومن قبل وجود الاحتلال، هاي المساجد باقية. اليوم إجا الاحتلال على هاي المنطقة حط إيده عليها،
يعمل الكنترول عليها، رسم بحدود. يا ابني أرضك كانت جنة بحر وشجر وبيارة، هسا الغاصب فيها بيجني من أشجارك أثمارة. يا ابني أرضك كانت جنة بحر وشجر وبيارة، هسا الغاصب فيها بيجني من أشجارك أثمارة. لا تنسى ترابك يا ابني، أرض بلادك قطعت جنة. لا تنسى ترابك يا ابني، أرض بلادك قطعت جنة. مش رح تبقى الحلكي حلكي فجر على الأبواب، فجر على الأبواب. كانت الحمة تقع في أراضي فلسطين الواقعة تحت الاحتلال البريطاني، ومنحت للدولة اليهودية بموجب خطة الأمم المتحدة للتقسيم عام 1947. وخلال حرب 48 عبر المحور الرئيسي للتدخل السوري في الجليل الحدود من جهة الحمة، حيث كان يسكنها في ذلك العام 336 نسمة، وكان عدد منازل القرية 90 منزلا. ووفقا لاتفاق الهدنة في 20 يوليو عام 1949 بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا، تقرر أن تكون سلسلة من القرى ومن بينها الحمة مشمولة في المنطقة منزوعة السلاح. في الرابع من أبريل عام 1951 أرسل الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية تحتوي عربات دورية متنكرة في زي رجال الشرطة، لأنه لم يكن يسمح لإسرائيل بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح. قتل 7 جنود إسرائيليين على أيدي السوريين بعد اكتشافهم نية إسرائيل لاحتلال الحمة. وفي اليوم التالي قامت طائرات إسرائيلية بقصف مركز الشرطة السورية في الحمة ومواقع سورية قرب سكة الحديد. احتلت إسرائيل الحمة في العاشر من حزيران عام 1967، فتشرد أهلها بعد أن انسحب منها الضباط والجنود السوريون، وهرب معهم كافة المزارعين والعمال الذين عملوا في الحمة وبلغ عددهم المئات. خاضت القوات الفدائية الفلسطينية عدة مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة الحمة، كان منها معركة الحمة الأولى عام 1968 ومعركة الحمة الثانية عام 1969. متابعينا بنكمل معكم، راح نتوجه الآن للمسجد الأثري القديم الموجود في الحمة هاي، ندخل مع بعض عليه حتى نشوف ما أجمل إيش أثرنا. من أمام هذا المسجد القديم المغلق للأسف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذا المسجد موجود الآن في منطقة الحمة السورية، ولكن للأسف زي ما انتم شايفين معنا كله حواليه صور وشيك مشيك وما بضع حدا يدخلوا، حتى جينا بدنا نصلي فيه للأسف ما له أي مدخل. شايفين معنا الآن احنا عمالنا بنلف حواليه حتى نلاقي أي مدخل له، ولكن كل أبوابه مغلقة. فجر أهل القرية هاي، أغلق المسجد وتم تحويل هذه القرية إلى منتجعات سياحية. راح نستكشف معكم هذا المكان، هذا المسجد، ونشوف إذا مكتوب عليه اسمه حتى اسم المسجد. حتى هون الحجر مخلوع. بكون في هون اسم المسجد، تاريخ بنائه خالعينه. ما بدهم أي شيء عربي يضل قدامهم موجود هون. شايفين يا إخوان؟ يعني ما في أي شيء جوا، إحنا جايين عمالنا بدنا نصلي، ولكن للأسف لا سجاد ولا شيء، مهجر تماما، يعني ما بيتم استخدامه حتى مغلق. زي ما انتم شايفين اخواننا هاي اثارنا الاسلاميه، هاي مساجدنا رح تضل موجوده رمز للاسلام ولفلسطين ولسوريا وللاردن، وحتبقى اسلاميه عربيه ان شاء الله بالعالمين. منذ عام 1924 شهدت قرية الحمة تطورا تدريجيا بعد أن حصل اللبناني مستشار بريطانيا سليمان نصيف على امتياز استخدام ينابيع الحمة من حكومة الاحتلال البريطاني في فلسطين، والذي أعطته للعرب مقابل إعطاء امتياز محطة كهرباء روتنبرغ لليهود. وقد مددت بريطانيا هذا الامتياز عدة مرات، كان آخرها عام 1946 لمدة 99 عاما، بدأت منذ عام 1930 وتنتهي عام 2029.
توافد الآلاف من الفلسطينيين والعرب ومن العالم للاستجمام والاغتسال في ينابيع الحمة، فقد أدخل نصيف تحسينات هامة على هذه الحمامات، وطور بنية القرية، فشق الشوارع وغرس الأشجار وزرع الورود ونقب عن الآثار، وأنشأ شركة مساهمة محدودة بنت منتجعا راقيا ضم عددا من الفلل والغرف المفروشة التي تشتمل كل منها على مطبخ وحمام تصله المياه الكبريتية من الينابيع، إضافة إلى فندق سياحي مركز شفاء، واستقبل الآلاف من الزائرين في خيام إضافية. في عام 1977 أنشأ الاحتلال الإسرائيلي شركة حماد قادر، وهي شركة خاصة تملكها مستوطنات مافو حمى وكفار حاروب ومتسر وافيك بمساحة 150 دنما، تضم المسابح والحمامات والفندق والمطاعم ومركز استشفاء وحديقة للتماسيح وحديقة للحيوان. متابعينا الأحباب، الآن إحنا بعد أخذناكم رحلة أرضية وجوية في هاي المنطقة، بدنا نروح أنا وأبو عزام على برك الماء الساخنة، واللي هي أصلاً يعني الحمة مأخوذة اشتقاقاً من الحرارة العالية، حرارة المياه العالية من الحم، من الحم حامية يعني. يوجد عند البرك لأنه في ثلاث عيون أساسية، كل عين لها اسم ولها درجة حرارة معينة. الآن إحنا هون هاي البرك بيجوا الناس بيستجموا فيها، بينزل في الماء. طبعا هاي الماء بميزها انه املاح قليله وكبريت عالي، لذلك يعني يعتقد بانها بتشفي كثير من الامراض الجلديه. الان راح نروح بجوله ننزل جوا الماء وناخذكم معنا، ويلا معنا على فلسطين. الآن هذول الشباب الرئاسة راح يسمعونا أحلى زجل شعبي. الله يمسيكم بالخير يوم الغائم تنغية، يا حلالي يا مالي، يا حلالي يا مالي، نكتب اليوم لهوني نتبيت أهل الكوري من الحكم السوري من حي أهل الكوري. متابعينا خليكم معنا، إذا ننزل الآن على أحد برك مياه الحلمة، هاي المياه الكبريتية اللي بيجوها السياحة الداخلية عندنا هون فلسطيني وين مكان، راح ننزل مع بعض. على فكرة إذا ما أزام فرجوا المشاهدين لون المي، لون المي مبين إنه مش لون مي عذبة يعني مش حلوة. بدنا ننزل مع بعض ونغير جو، تبعوا ونصور وبنحكي من قصحة قاعدين. ننزل مع بعض جوا البركة أنا وياك وأبو عزام حتى ناخذ جولة مائية. يلا يلا أبو عزام، يلا أبو ويس. طبعا هلا احنا يعني خلال قراءتنا عن الموضوع كان مكتوب إنه لها درجة حرارة عالية اللي هي من منبعها، وبالفعل يا أبو عزام هاي أول ما حطينا رجلنا المي درجة حرارتها مش عادية عالية. بدنا ننزل معكم طبعا الماي دافي ابو ويس، بس دافي فيها شوية حرارة حامية حامية المي. في كمان درجة ولا لا؟ قلت العجايز المي صامت. لا لا مش حامية، انا جربت حمامات معين. نعم صراحة حمامات معين احمى كتير من احمى من هاي. طبعا في درجة حرارة يعني فوق الخمسين درجة مئوية في حمامات معين. طيب الان هو ابو عزام المي بس تطلع من منبعها هون، نعم هي درجة حرارتها عالية. الان هاي الماي عن طريق مرخات بجيبوها على هاي البركه مظبوط؟ نعم. فطبيعي من خلال نقل بقدرش حراره يعني. نعم. انا اتوقع الان هاي الماي بالعشرينات. نعم. ومنبعها بالثلاثينات يعني على الاقل 10 درجه مئويه في فرق من بين منبعها وهي البركه، لانه احنا الان يا جماعه الخير موجودين في بركه جانب العين يعني مش على نفس النبعه قاعدين. طيب طبعا على فكره ابو عزام شو بيميز هذا المكان؟ هيك من ناحية طبيعية أو جوية أو الريحة، ريحة الكبريت رائحة قوية جدا غريبة ومثيرة للإشمئزاز بعض الشيء. بلاش مع الزين طبعا يا حبيبي، من وين أنت؟ من القدس. يا أهلا وسهلا، شو رأيك بالأجواء بلادنا هون الحلوة؟ كل سنة كل سنة بتعين بيتي مرة جميلة
زعلان عشان راحت منا؟ والله زعلان كل حبيبي. بنكمل معكم، على فكرة بنتعرف على الناس في البركة احنا. تعال من وين انت؟ من البقعة. من وين؟ من البقعة. ها هذا بيت الجولان. يعني راح نقصر معكم ونعمل يا ابو عزام هيك لفة بسيطة. ها؟ ليه هاي محمد ايه؟ ابو عزام كيف الشعور؟ ايه علي بن الله. طبعا هون يعني ما فيش سباحه بعد سباحه، هون ريلاكسنج يعني تغطس تغطس يعني حتى الواحد يستفيد من المي هذه ريحتها كبريت. هون هاي العين مسكره، هاي البركه اللي فيها كبريت على مسكره حتى في صيانه فيها. طبعا في كمان حمية في الاردن نفس الشيء. شكلها هاي المنطقه الجغرافيه مصدرها واحد طبعا، اللي هي فيها بتطلع من جوف الارض اللي هي المياه الساخنه هاي، يعني من تقريبا 2 كيلو متر ابو عزام من جوف الارض هاي المي تطلع. طيب ابو ويس، لاحظنا في منطقه الجولان وخاصه هاي المنطقه جميع الصخور المكونه لهذه المنطقه صخور سوداء، يعني هي صخور بركانيه منذ ملايين السنين. كمان نلاحظ انه هذه المنطقه تقع ضمن حفرة الانهدام الآسيوية المكونة لطبيعة الأغوار الفلسطينية من شمال فلسطين وحتى جنوب فلسطين وصولا إلى أم الرشراش، ما يسمى الآن إيلات ومدينة العقبة الأردنية. طبعا هذه المنطقة هي منطقة زلازل وتغيرات في الطبقات التكتونية منذ ملايين السنين، وهي مناطق متعددة الينابيع الحارة مثال الحمة الأردنية القريبة من هنا، إضافة إلى بالقرب من شواطئ البحر الميت منطقة حمامات ماعين والعديد من الينابيع الحارة المحيطة ببحيرة طبرية. وهذا الدوش بنفس الماي اللي هي الكبريتية هاي الحارة، الناس بتيجي بتقعد تحتيه لحتى تستفيد من المية، فلازم بتكون قوية نروح عليها قبل ما يجي حدا. يلا اطلع بس يا رب تكون مضطرة ابو عزام مع ضغط الماي، خليها على كتافك بس. على فكرة هاي الماي اسخن من البركة. يعني السخنة بتنزل هون بتبرد شوي، هاي اسخن من البركة ابو عزام. هلا بجربها ونزلت نقطتين مي على عيني صارت تحرقني زي البحر الميت، بس هاي يا حبيبي يعني فيها اشياء غير البحر الميت. املاح مع كبريت مش عارف. قرات معلومه انه فيها اشعاعات يورانيوم، انا شوي حاسس حالي ادخل جو. جرب نطلع البركة الثانية، ايش رأيك؟ يلا بس جرب اشرح اياها. يلا ابو عزام بدك تستمتع تحت اللون المي. اوه حارة اسخن من هاي صح؟ اسخن المياه حارة يعني هون على قوت العجايز المياه صامتة. لا مش صامتة، لا يعني مع جملة. لا على فكرة هي المي مقبولة، يعني لا هي مزعجة ولا هي باردة، حلوة حارة ولكن جميلة يعني، والريحة عملها فكرة بس كبريتها معلمة. أنا بقول تعال جرب البركة الثانية. يلا خليكم معنا نطلع نوضع عزام ستيب باي ستيب نشوف البركة الثانية، ممكن تكون ميتها أبو عزام أسهل أتوقع، لأنه في ثلاث يعني عيون ناعمة كل واحدة درجة حرارتها مختلفة. وبالمناسبة أبو عزام في كمان لفوق شوي في كمان عيون مياه، عيون مياه عذبة للشرب يعني. متابعينا الأحباب على قناة يلا معانا على فلسطين من هذه القرية الساحرة، بعد ما لفينا وتجولنا احنا وإياكم في ربوع هاي البلدة وعرفناكم على ينابيعها الساخنة وعرفناكم على المسجد الموجود فيها وأخذناكم برحلة جوية ووجهناكم الحدود السورية الأردنية الفلسطينية، نأتي معكم أنا وأبو عزام من وراء الكاميرا إلى ختام هذه الحلقة. نبرق لكم تحياتنا أينما كنتم من الداخل الفلسطيني المحتل. مشاهدينا الأعزاء، اشتركوا في قناتنا على يوتيوب وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل فيديو جديد أسبوعيا، ولا تنسوا متابعتنا على قناتنا وصفحتنا الرسمية على فيسبوك لمشاهدة الفيديوهات والصور الجوية بتقنية 360 درجة المميزة من معالم فلسطين المختلفة، حتى تشوفوا فيديوهات أكثر من الأراضي الفلسطينية المحتلة. دائما خليكم على يلا معانا على فلسطين. كان معكم معين أبو شخيدم نعمان سلهب. سلامات. سلام.